التواصل يستمر والانطلاقات متواصلة على بركة من الله سبحانه وتعالى. أعلنت بداية وانطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة. نسير بحضراتكم متواصلين مع انطلاقات الشوط الثاني عشر والمخصص للقعدان اللقاية. المسافة هي 5 كيلومترات. بداية انطلاقة واقع على البداية لهجنم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني، يتقدم على البداية ويأتي على المركز الأول. نتابع وإياكم من خلال الانطلاقة وتواجد المركز الثاني، حيث التواجد من قبل مردد لهجنم الزبار علي بن سالم بن متعب الصعاق يتواجد مع انطلاقة مردد مع المركز الثاني. المركز الثالث الحاضر هو مهاجر لهجنم الزبار عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري يتواجد مع المركز الثالث. انطلاقة المركز الرابع فنتابع وإياكم الحضور والتواجد من قبل الريان الذي يحضر ويتقدم الريان مع المركز الرابع لهجنم الزبار حمد بن محمد بن جرحب يغير بدوره إلى المركز الثالث. نأخذ المركز الخامس فنتابع وإياكم عجيب الحاضر والقادم لهجنم الزبار سالم بن سعيد بن دلهم الهاجري بعملية التضمير والتدريب بالمركز الخامس. هذا هو أول نداء أتممناه على مسامعكم مع انطلاقات الأسماء والشعارات الحاضرة والمتقدمة. بعد ذلك نعود إلى البداية، العودة إلى المركز الأول لكي نتابع انطلاقة واقع على البداية. يتقدم واقع على المركز الأول بموقعه المميز بموقعه المطلوب والمرغوب على المركز الأول وعلى البداية الأولى. هجنم الزبار المتقدمة الحاضرة بانطلاقة ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني القادم والذي يأتي مع انطلاقة واقع. نتابع وإياكم مردد الحاضر والقادم لهجنم الزبار علي بن سالم بن متعب الصعاق متواجدا مقدما لنا انطلاقة مردد مع المركز الثاني. انطلاقة ثالث الأسماء والحضور من قبل عجيب القادم والحاضر والمتواجد لهجنم الزبار بقيادة وحضور سالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم الهاجري مع المركز الثالث. انطلاقة المركز الرابع فنتابع وإياكم الحاضر هو الريان المتواجد على المركز الرابع لهجنم الزبار حمد بن محمد بن علي بن جرحب يتواجد مع المركز الرابع. انطلاقة المركز الخامس فنتابع وإياكم من خلال الانطلاقات ومن خلال مهاجر يتواجد على المركز الخامس، يتقدم بشعار هجنم الزبار بعملية التدريب والتضمير عبد الله بن علي بن سلامة الهاجري يتواجد يقدم لنا انطلاقة مهاجر مع المركز الخامس. الخمس المراكز المتقدمة من المركز الأول حتى المركز الخامس لهجنم الزبار باختلاف المضمرين المتواجدين بقيادة وحضور الشهواني ومتابعة بن دلهم، حيث بن جرحب يتقدم ثالثا رابعا هنالك الصعاق مع انطلاقة وحضور مردد بشعار هجنم الزبار، خامسا بن سلامة يتواجد مع مهاجر وعلى ظهر شعار مهاجر وانطلاقة أم الزبار مع المركز الخامس. ولكن نتابع وإياكم القادم المتواجد والحاضر هو في هذه الانطلاقة الدرع لهجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتسلل من المركز الخامس هنالك بدوره بسرعة مميزة بانطلاقة تزداد بحضور مميز ورائع. ولكن بعد ذلك نعود إلى الصدارة إلى المركز الأول، العودة إلى مقدمة الأسماء لكي نتابع البداية الأولى
ونتابع انطلاقة الريان الذي يتقدم على البداية لهجن أم الزبار. حمد بن محمد بن علي بن جرحب يتابع لنا انطلاقة الريان ومردد ثانيا لهجن أم الزبار. 1200 يا أبطال، 1200 في هذه المسافة التي من خلالها نحدد وإياكم اتجاها رائعا بسرعة تزداد عن ما قبلها. ومردد يصل لهجن أم الزبار، وعلي بن سالم بن متعب الصعاق يتواجد بعملية التضمير. عجيب القادم لهجن أم الزبار والذي يغير إلى الصدارة، سالم بن ناصر أو سالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم القادم من الجانب الأيمن، والحاضر هو واقع لهجن أم الزبار. ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني يتقدم مع المركز الثالث، ونتابع وإياكم نتابع. عجيب 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 المنطلق على البداية الذي يتواجد بمقدمة الأسماء الأولى ويقدم لنا سرعة مميزة بدون يوامر وبدون أي تعليمات تذكر على الإطلاق. تبارك الرحمن على هذا الحضور، على هذه الانطلاقة، على التواجد المميز من قبل انطلاقة عجيب بدون يوامر وبدون تعليمات تذكر على الإطلاق بقيادة سالم بن سعيد بن ناصر بن دلهم الذي يتواجد بعملية التضمير ويقدم لنا ذلك البطل المميز الذي ينطلق بأعجوبة مميزة وبأعجوبة تامة من قبل انطلاقته الرائعة بدون يوامر والعصا في الأبطان. هذه هي الأمتار الأخيرة التي ترحب بقدوم عجيب إلى خط النهاية بسلام وأمان وبدون أي مضايقات. نعم، هو عجيب على الصدارة. المركز الثاني كان الحضور من قبل مردد بشعار علي بن سالم بن متعب الصعاد ثالث الأسمان. وتابع وإياكم تواجد زكريت لهجن الشحانية سالم بن فاران المري، بينما رابع الأسماء فكان الحضور والتواجد من قبل كايف لهجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الخامس من خلال التواجد ومن خلال الحضور هو واقع لهجن أم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني. 7:45 82 جزء من الثانية توقيت عجيب الذي حضر بالمركز الأول لهجن أم الزبار وكان بن دلهم قائدا لمسيرته. المركز الثاني حضر مردد لهجن أم الزبار علي بن سالم بن متعب الصعاق. 7:46 87 جزء من الثانية توقيت صاحب المركز الثاني. وصاحب المركز الثالث هو زكريت لهجن الشحانية محمد بن خالد أو هنالك سالم بن فاران المري. نعم، كان متواجدا بتوقيت وقدره 7:47 جزئين من الثانية، حل مع المركز الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المتابعون الكرام في كل مكان،